وعزمت تمشي وتسافر. جت الى دمارها الى عراق الشهامة والشرف تحجز تذاكر. الشعب حدد سفرهم وصادق عليه العساكر لان دخلوا من غير فيزا. زينب الحرة كتيبة. الله الله. أرسل العباس تحمي زينب الحرة كتيبة وانهزمتون بمذلة وخيبة عدكم بعد خيبة. وانهزمتون بمذلة وخيبة عدكم بعد خيبة. ليش جيتون بنفسكم للبطل ليث الحريبة؟ فاضل غضنفر يعطي كل واحد نصيبه. الله ها؟ عربو فاضل شيل وقشكم. الله 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 الله. قبل ما سيف يحشكم. الله 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 الله. عربو فاضل شيل وقشكم. الله 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 الله. قبل ما سيف يحشكم. الله يا ابو صالح من تخيبك طالت الغيبة علينا. دعاء دعاء. مثل الشمس تظهر وشع نورك يا ولينا. سيدي طال انتظارك وجارة الدنيا علينا. سيدي والجور يحكم والظلم يستشري فينا. انتظر يومك يا غايب. الله 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 الله. يا خيم بشاه الأطايب. الله 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 الله. يا خيم بشاه الأطايب تحكم الدنيا بعدالة. الله 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 الله. منصورة منصورة بالمهد الأمة منصورة. المؤمنة في انتظار. وهي قيمة الحياة. أنا أقول عبر عن هذا التعبير قيمة هذه الدنيا في وجود أمل عند المؤمن أن يخلصه الله من هذا الظلم وهذا الضيم ببركات المنقل للبشرية سبط النبي وحفيده النبي الأعظم محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم على حبيبك وصفيك النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت حكيمة بعث إلي ابن أخي الحسن العسكري ليلة النصف من شهر شعبان وقال لي يا عم اجعلي إفطارك عندنا هذه الليلة فإن الله
عز وجل سيبشرك بوليه وحجته على خلقه خليفته من بعده. قالت حكيمة: فداخلني من ذلك سرورا عظيما، وخرجت من ساعتي حتى انتهيت إلى أبي محمد وهو جالس في صحن داره وجواريه حوله، فقلت له: سيدي جعلت فداك الخلف ممن؟ قال: من نرجس. قالت: فأدركت طرفي في الجواري فلم أر جارية عليها أثر الحمل أبدا. فلما أن صليت المغرب أتيت بالمائدة فأفطرت أنا ونرجس ودايتها في بيت واحد، فغفوت غفوة ثم استيقظت فلم أزل متفكرة فيما وعدني أبو محمد من أمر الله، من أمر ولي الله تعالى. فقمت للصلاة فيك مثل كل ليلة، وبلغت إلى الوتر فمثلت نرجس فزعة مرعوبة وخرجت وسبغت الوضوء، ثم عادت فصلت صلاة الليل حتى بلغت إلى الوتر، فوقع في قلبي أن الفجر قد قرب، فقمت لأنظر فإذا بالفجر الأول قد طلع كذنب السرحان. فتداخل في قلبي الشك من وعد أبي محمد، فناداني: لا تشكي يا عمة، فإن الأمر قد قرب والساعة ترينه. قالت حكيمة: فتداخلني الحياء من أبي محمد مما وقع في قلبي، فرجعت إلى البيت وأنا خجلة. قالت حكيمة: فوثبت إلى نرجس فقلبتها ظهرا وبطنا، فلم أر بها من أثر الحبل والحمل شيئا، فأخبرته بما فعلت، فتبسم ثم قال لي: إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلا وقت ولادتها فهو كروسا، لأن فرعون كان يشق بطون الحبالة في طلب موسى، وهذا نظير موسى. قالت حكيمة: فلم أزل أراقبها إلى طلوع الفجر وهي نائمة لا تقلب جنبا عن جنب، حتى إذا آخر الليل عند طلوع الفجر الأخير وثبت فزعة مرعوبة، فضممتها إلى صدري وقلت: اسم الله عليك، اسم الله عليك. فصاحبي أبو محمد: اقرأي عليها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني. اسمع اسمع. فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ وسلم علي، ففزعت من ذلك لما سمعت منه الكلام. فصاحبي أبو محمد: لا تعجبي من أمر الله تعالى، فإن الله ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حججا على خلقه كبارا. فقرأت عليها ألف لام ميم السجدة وياسين، فبينما أنا كذلك إذ انتبهت فوثبت إليها ودنوت منها وسلمت عليها، ثم قلت لها: أتحسين شيئا؟ قالت: نعم. قلت: اجمعي نفسك وقلبك، فهو كما قلت لك. وصرت أراقبها وأنا فرحة مسرورة بها وعليها من النار ما يغشى الأبصار، فنعست ثم التفت لها فإذا بها قد غيبت عني ولم أرها، فضرب بيني وبينها حجاب، ففزعت وأشفقت عليها وصرت حائرة. فمضيت إلى أبي محمد صارخة، فلما رآني قال: يا عمة لا عليك، ارجعي إليها فإنك ستجدينها في مكانها. فرجعت إليها فلم ألبث إلا قليلا حتى رفع الحجاب الذي بيني وبينها، فأخذتني فترة وأخذتها فترة. فلما فتحت بصري وانتبهت وإلى نبي الحجة
الله من نسل الحسين. يلا يا ابويا ويا بيت العسكري صارت الافراح. هلا والله هلا بيت قمر لا هلا والله هلا بيت العسكري صارت الافراح. هلا والله هلا مهدي قمر لا هلا والله هلا المولد افراح المولد افراح. هلا والله هلا المهدي تنور العالم تنور العالم ابن نور المنتظر نور على العالم بهالليل انتشار نحتفل ليلة مجيء نقول طاب للسهر بليلة مولده راح العطر فاح. اسمع هذه الكلمات ما تقوم عليها شعرتنا على جاب تدفع الأبرار عنه وتكف عنا كل شر والفرج بيدك يا مولانا يا بوجه الأضر نسأل الله بك يا مولانا يفرج كل ضر كل مسجون ومريض تخلص من كل شر كل مسجون ومريض تخلص من كل شر وتحفظ لنا المرجعية بحق أئمتنا الغرر وتحفظ لنا المرجعية بحق أئمتنا الغرر وعيسى قاسم تحفظه وتجعل أعداءه في سقر عيسى قاسم تحفظه وتجعل أعداء في سقر الغريفي أبو محسن يا إلهي بالدرر أقضي أهل البيت أنوار الهدايا للبشر من أجلهم زادت البهجة والأفراح. هلا والله هلا هلا في قمر زادت البهجة والأفراح. هلا ولجل عيناك يا مهادي ترخص عيون الأحبة لجل عينك يا مهادي ترخص عيون الأحبة نظرة منك يا مهادي قلبي من جسمه تسلبه شلون ما يسكر العاشق وانت يا مولاي نخبة نعم بمشي فوق دربة لو يكون الشوق دربة هذا ما بعث الرسالة. الله 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 جمه القبر بكماله. الله 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 هذا ما بعث الرسالة. المهدي الأمة منصورة المهدي الأمة اسمع أنا من وعدك الصادق يا أبو هادي
أنا من وعدك الصادق صحت من فوق المنابر يا خلق سجل احترافي أنا بالحكام كافر ومن شفت فيك البطولة صار عقلي بيك طاير صار اسمي مثل اسمك وكنيتي صارت مغامر انت بس واحدة تسطوها الله أخذت داعش إجازة وعزمت تمشي وتسافر وراحت جت إلى أعراق الشهامة جت إلى أعراق الشهامة والشرف تحجز تذاكر الشعب حدد سفرهم وصادق عليه العساكر لأن دخلوا من غير فيزا والشرف تحجز تذاكر الشعب حدد سفرهم الشعب حدد سفرهم وصادق عليه العساكر لأن دخلوا من غير فيزا الله 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 دخلوا من غير فيزا الله 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 ترى ما يسوون بيزا الله الله العباس تحمي زينب الحرة كتيبة الله أرسل العباس تحمي زينب الحرة كتيبة وانهزمتون بمذلة وخيبة عدكم بعد خيبة وانهزمتون بمذلة وخيبة عدكم بعد خيبة ليش جيتون بنفسكم للمطلة في الحريبة ليش جيتون بنفسكم للبطلات الحريبة هذا ابو فاضل غضنفر يعطيك الواحد نصيبة عن ابو فاضل شيل وقشكم الله 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 الله
بس هذه ما يا ابو صالح من تخيبك طالت الغيبه علينا. دعاء دعاء مثل الشمس تطهر وشع نورك يا ولينا سيدي طال انتظارك وجارت الدنيا علينا سيدي والجور يحكم والظلم يستشرفين